يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله بوفد كتاب وأدباء يهود شرقيين، وسبق وأن التقى عباس بعدد من الوفود المماثلة القادمة من تل أبيب، مؤكدا على الصداقة التي تجمعه بهذه الشريحة، معتبرا إياها جسر سلام مع الفلسطينيين. ينضم إلي من تل أبيب عبر الخط الهاتفي الصحفي والمحلل السياسي علي واكد. مساء الخير لك سيد علي. إذن ما المتوقع والمرتقب من لقاء عباس بهذا الوفد؟ يعني هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي السلطة الفلسطينية محاولة مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي لا يجري أي مفاوضات أي اتصالات مع الحكومة الفلسطينية مع القيادة الفلسطينية على أرضية رفض القيادة الفلسطينية لكل الخطط الإسرائيلية المعمول بها فيما يتعلق بالاستيطان فيما يتعلق بالقدس والدعم الأمريكي لحكومة بنيامين نتنياهو. ففي هذا السياق ترى القيادة الفلسطينية أنه يجب الاستمرار في محاولة اختراق الرأي العام الإسرائيلي عبر الوصول إلى شرائح لم تكن القيادة تحاورها. يعني على المستوى السياسي هناك جمود في الاتصالات بين الطرفين عدا الجزء الأمني والتنسيق الأمني المستمر. طيب سيد علي، إلى أي مدى ستتكلل هذه المساعي الفلسطينية بالنجاح، يعني خاصة في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل وأيضا التوتر في الضفة الغربية؟ صحيح أن الملف الفلسطيني غائب تماما عن اهتمام الرأي العام في إسرائيل وعن اهتمام السياسيين في إسرائيل. صحيح أن المعركتين الانتخابيتين انتهتا وركزتا على القضايا الداخلية، ولكن لا شك أن هناك بصيص أمل بأن بعض النخب السياسية في إسرائيل تقول أن الجمود السياسي يجب إنهائه. الحزب كحول لبنان الذي قد يتناوب على رئاسة الحكومة أو ينافس على رئاسة الحكومة قال أن من بين خططه هو محاولة إحياء العملية السياسية، بمعنى أن رغم أن الجميع ينظر إلى القيادة الفلسطينية على أنها فاشلة على كل الأصعدة، لأنه في هذا الباب نجحت القيادة الفلسطينية على إبقاء بعض الشيء على إبقاء القضية الفلسطينية حية بعض الشيء في ذهن بعض النخب الإسرائيلية، رغم أن الشارع الإسرائيلي سائما من بنيامين نتنياهو لقضايا كثيرة، ولكن لا شك أن حينما نسمع قادة كحول لبنان يتحدثون عن ضرورة العودة إلى المسار التفاوضي نرى أن ربما هذه المساعي والجهود واللقاءات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية قد تكون قد أثمرت. شكرا لك السيد علي واكد الصحفي والمحلل السياسي، وقد حدثنا عبر الخط الهاتفي من تل أبيب.